لباوش، يبحث عن يمولو باوش، مازال كره لباوش، هاي كره اصابه لمصلحه السياسي، لفتها لطاهر، تسديده، جول لا جول 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 جول، اول اهدافات المباراه لمصلحه النادي الرياضي القسنطيني عن طريق ذيب ابراهيم. نعم لم يدخلوا في المباراه، لكن عندما دخلوا حركوا الشباك واعلنوا عن اول الاهداف. يا سلام، بعد هفوه دفاعيه في شبيبه القبائل اغتنم القائد ديب وسجل اول الاهداف لمصلحه السياسي. كل السياسي، صفر لشبيبه القبائل، هفوه دفاعيه قاتله في الخطوط الخلفيه. وابو عليا يشتكي لحكم المباراه، ماذا تشتكي يا مقدم، ماذا تشتكي لي يا ابو عليا؟ هاي كره، هاي كره جات من هنالك من فتح الله الطاهر، تصدى لها الحارس بالرابع، لكن في الثانيه كان في المتابعه القائد ذيب وحط الكره، حط في الشباك الشبيبه. نعم هدف صحيح، لا غبار عليه ولا كلام فيه من اللاعب ذيب ابراهيم امام حيره دفاع الشبيبه. يتساءلون بعد الاعلان عن ضربه جزاء لمصلحه شبيبه القبائل. بوعليا بوكسيلا هو القريب لتنفيذ هذه الضربه، كوسيلا بوعليا من امام بوصوف، وحديث جانبي بين الحكم السيد دهار والحارس بوصوف للبقاء على الخط وعدم الخروج حتى تكون الضربه صحيحه. ودبوس وبن شيخ عبد الحق في انتظار الاخبار السعيده والانباء السيئه التي ستلحق بالسياسي. بودبوز رياض في اول فرصه لتحريك عداد التهديف من امام بوصوف. بودبوز وبوصوف وجه لوجه، بودبوز يستعد، بودبوز ياخذ كامل وقته من امام بوصوف، تركيز عالي من بوصوف خير الدين. بودبوز يتقدم يضرب كورة، جول 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 جول، ذاقت على الكرارية السادة يا كرام، فلما أحكمت حلقتها فرجت بأول الأهداف عند حدود الدقيقة 38 واستفرح الجماهير الكناري هنا على مدرجات هذا الملعب التحفة. نعم بودبوس يترجم ضربة الجزاء إلى أول الأهداف ويعيد الكناري إلى نقطة البداية. جات كرة جات من بودبوس، جات من أمام بوصوف ويعدل على إثرها النتيجة لمصلحة شبيبة القبائل. جول السياسي، جول الجياسكا في قمة الجولة الرابعة من البطولة المحترفة الأولى. نعم في الخلف، طويلة أمامية ارتدت وعادت من ربيعي. ربيعي يبحث عن التسديد، يفضل الاحتفال بالكرة. ربيعي، ربيعي والشكال على الصراع، الحكم يترك مبدأ اللعب داخل منطقة الجزاء. رغم النقص العددي إلا أن ديب لديه رأيا آخرا على الطائر. نعم على الطائر، يسكن الكرة في الشباك والصمت رهيب هنا على المدرجات، ولا واحد كان ينتظر هذا الجول يا ديب. نعم جول ولا أروع، نعم جول عالمي من ديب، يهز الشباك، جات كرة جات من بوغراجات وعلى الطائر، على الطائر، على الطائر، يسجل الهدف الثاني ويعود السياسي إلى المقدمة بجول ولا أروع. يستحق المشاهدة ألف مرة هذا الجول. يا سلام يا سلام على أبو قرة، عينك 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 على الأسيست، عينك 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 على الطيران، عينك عينك على السياسي، يحلق بالجول الثاني هنا بملعب التحفة، ملعب المجاهد الراحل حسين أيت أحمد. رغم النقص العددي إلا أن القائد، نعم القائد يظهر إلا في المواقف الصعبة. كرة خطأ، باوش طويلة أمامية ناحية طمين على الرواق الأيمن، طمين مازال، طمين التوزيعة،
داخل منطقة الجزاء. الخطورة ما زالت عن طريق بالشعيرة. بالشعيرة بحثاني تسديد. جول 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 جول. رغم النقص العددي، نعم رغم النقص العددي يا سادة يا كرام، لم يسجل فقط الثاني، إنما سجل الثالث. الأول أفضل من الثاني، والثاني أفضل من الثالث، ويبصم على الهاتريك من تسديدة من خارج منطقة الجزاء. راحت ملفوفة دائرية، خادعت الكل، نعم خادعت الكل، ارتدمت بالأرض ودخلت، ودون بها الهدف الثاني لمصلحة النادي الرياضي القسنطيني. عندك بودبوس يستعد، بوصوف بودبوس تركيز عالي من بودبوس من امام بوصوف. هل سيقلص النتيجة؟ بودبوس ياخذ كامل وقته من امام بوصوف. خير الدين ورياض، بودبوس يضرب كورة. جول 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 جول. يتقدم ويسدد، يتقدم ويسجل. جول الثاني لمصلحة الكناري، لتتحول النتيجة 3 أهداف مقابل هدفين لمصلحة السياسي. في الزاوية البعيدة يحط ويقول البيت بيتنا والفرحات.